خطأ يا مسؤول هذا عاد قلبي ضرب في خطأ يا مسؤول هذا عاد ستظهر نتائج أخرى إن لم يعرف ويعي هذا المسؤول المسؤولية القاتل على عاتقه. هذه الوقفة الاحتجاجية جات بعد التراكمات للمجلس مقاطعة مجلس مدينة الدار البيضاء اللي ما كيقومش بالواجبات ديالو، وجراء الفيضانات اللي شفنا مؤخرا وانهيار المنازل اللي شفنا مؤخرا، الحشومة انه هذا الشيء وقع في مدينة الدار البيضاء مدينة الأعمال والاقتصاد، وجراء التساقطات المطارية ولينا كنشاهدوا برك في جميع شوارع مدينة الدار البيضاء، ولينا كنشاهدوا برك مائية كأننا تحولنا إلى مدينة بر مائية. وأقول لكم هاد المسؤولية هذه كنحملها لمجلس مدينة الدار البيضاء، كنحملها لمجلس مدينة الدار البيضاء كامل. في الحقيقة كان علينا أن نقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية لنذكر الجميع أننا يد واحدة مع ما وقع بمدينة الدار البيضاء، وخصوصا الأيام الأخيرة من الأمطار والغزيرة التي هطلت ومن المساكن التي هدمت والناس اللي ما لقاوش مساكن اللي تهدمت ديورهم وخرجوا بقاو في الزنقات يدوروا، يعني لا حول لهم ولا قوه. لهذا صاينا باش نديروا هاد الالتفاته المولويه اليوم باش ياخذها سيدنا بعين الاعتبار وتاخذها السلطات المحليه بعين الاعتبار ايضا.